نسمع كثيرا عن النشر الإلكتروني وعن الكتاب الإلكتروني وعن الصيغ المختلفة لهذا الكتاب الذي يمكن قراءة محتوياته على جهاز الكمبيوتر وفي أجهزة الهواتف الذكية وأيضا في أجهزة خاصة هي قارئات الكتاب الإلكتروني. هذه الأجهزة التي تتنافس كبريات المكتبات على تسويقها من أمازون إلى بارنز أند نوبل وصولا إلى المتجر الفرنسي الفناك، بالإضافة طبعا إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية كسوني وغيرها. فما الذي يميز جهاز قارئ الكتاب الإلكتروني؟ وما هو الورق الإلكتروني والحبر الإلكتروني؟ أسئلة توجهت بها للدكتور حازم فلاح سكيك الذي أوضح لنا ماهية هذا الجهاز. قارئ إلكتروني هو جهاز يختلف تماما عن أجهزة الكمبيوتر، فهو جهاز مستقل بذاته ويعتمد على تقنية مختلفة، تقنية تعتمد على ما يسمى بالورق الإلكتروني والحبر الإلكتروني، حيث أن هذا الحبر الإلكتروني يتكون من ما يشبه بالكبسولات الصغيرة جدا بحجم المايكرون، وتوجد هذه الكبسولات داخلها حبيبات ملونة بصبغة سوداء. عندما تتعرض هذه الحبيبات إلى شحنة موجبة كهربائية فإنها تصعد إلى الأعلى وتظهر على شكل نقطة سوداء، وفي حالة وجود شحنة معاكسة فإنها تكون في الأسفل وتظهر بلون أبيض، وبهذا تستطيع أن إظهار الكلمات والحروف من خلال إرسال نصوص الكتب بصيغة إلكترونية، فتولد إشارات كهربائية لإلكترودات تحت هذه الحبيبات الحبرية فتظهر النصوص بدقة عالية نظرا لصغر حجم هذه الحبيبات. طبعا الكتاب الإلكتروني يعتمد على شاشة تختلف تماما عن الشاشات LCD والشاشة LED، حيث أن هذه الشاشات عبارة عن شريحة بلاستيكية لا يزيد سمكها عن 1 ملليمتر، وفي هذه الشريحة البلاستيكية يوجد الحبر الإلكتروني. نلاحظ هنا أن هذه القارئات لا تعتمد على إضاءة داخلية مثل شاشات LCD وشاشات LED. تتمتع القارئات الإلكترونية بمختلف أنواعها بشريحة تخزين بسيطة يمكن حفظ عشرات الكتب وقد تصل إلى المئات، وحملها وتصفحها بأسلوب شيق وبسيط. كما أن القوارئ الإلكترونية أدت إلى انتشار الكتاب الجدد، بحيث أن أي كاتب يستطيع أن ينشر مادة إلكترونية وينشرها عن خلال الإنترنت، وبالتالي دور النشر تستطيع أن تدمج هذه الكتب الجديدة في داخل القارئات الحديثة. طبعا من المهم جدا أن ننوه هنا إلى أنه فكرة القارئ الإلكتروني هي فكرة قريبة جدا من فكرة القراءة من الكتب العادية الورقية. الكتاب العادي ينعكس الضوء عن الكتاب ويصل إلى العين، وأيضا القارئ الإلكتروني يعمل بنفس الفكرة، حيث أن الضوء يسقط على الشاشة وينعكس على العين، تجعل القارئ يستمتع بالقراءة بدون أي أذى لعينه وبدون أي ضرر وبدون أي إرهاق مثله مثل الكتاب العادي. الكلام كان الدكتور حازم فلاح سكيك أستاذ الفيزياء في جامعة الأزهر في غزة. لأسئلتكم يمكنكم التواصل مع برنامج ديجيتال عبر البريد الإلكتروني digital@mc-dualia.